المجال بتاع البحوث في الصناعة، لكن أنا كان عندي رغبة دفينة جدا في المجال بتاع التدريس. الانتقال من أمريكا إلى قطر، وهي كانت أيضا يعني واحدة من التحديات الكبيرة لي. قطر established itself to be the world leader in natural gas monetization by building one of the world's largest existing natural gas monetization facilities. They are number one global wise in the area of liquefied natural gas. الفرع بتاعهم في المدينة التعليمية في قطر فاونديشن في الدوحة. فكانت الخيار دي بدا من 2007. بلدي وبحبك أنا.